دعاء اليوم الثاني عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.